أعمالك الجديدة، شو جديدك؟ جديد إن شاء الله صورت كليب جديد، واحد على العيد واحد على بعده، وإن شاء الله داخلين فيلم بعد العيد تصوير مصر اسمه شبح النيل. يا لب قلب وين وين غايب علي يوم وين؟ يا لب قلب وين وين غايب علي يوم وين؟ إلى تبي بقى حبيبي خف موت من حبيبي. رحبوا معاي بالنجمة الفنانة أصالة نصري. الحقيقة هذا المكان يعني اللي بيزوره ما حدا يعني ما حدا بيقدر ينساه. ساحر، طبيعة الجو ساحرة، وأنا عموما كتير 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 فوق ما تتخيل بحب الطبيعة. كمان غرفتي أنا بتطلع على المحيط، وأنا كمان جاي هيك بكون لوحدي مع هيك مع كتابي، عامل لي جو خيالي بصلالة، لدرجة إني قررت إن شاء الله أعمل هيك كل مدة شهرين ثلاثة إجي على صلالة أقعد 4-5 أيام مع كتبي. مع قيصر الأغنية العربية الفنان كاظم الساهر. أكيد كان لنا حضور جميل مع الجمهور، رائع طبعاً، ولنا ذكريات حلوة، فراح إن شاء الله اليوم تكون ليلة رائعة مثل الليالي اللي سبقتها. بتاريخ 16/8 كان عيد ميلاده. يلا حلم بلد. بشكركم طبعا، بشكر كل الصحافه والاعلام سلطنه عمان، حفاوه الاستقبال، حفاوه الابن والاخ، فانا بشكركم جدا على كرم الضيافه، ومتشوق جدا اقابل الجمهور، وربنا يكرمنا ونعمل حفله كويسه ان شاء الله. على قد ما شفت وعشت وايه جرت كتر من اللي نفسي فيه، ايه جبيني بسرعة يا بنت الايه، ببساطة كده قلبي برد عني. صراحة أنا اشتقت كتير للجمهور العماني وجمهور صلالة، وكتير فرحت لما تلقيت الدعوة، وهلأ أنا يعني ماني مصدقة أنه أطلع وتلاقى بالجمهور الحلو. بدنا نولع الجو والجو يولعنا، نسهر لطلوع طاقة